تفقد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها جميع أنحاء الإسكندرية والتأكد من سيولة الحركة المرورية. وأوضح الشريف أن المحافظة تعرضت لسقوط مياه أمطار غزيرة نتج عنه تواجد تراكمات بعدد من الأماكن على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تم التعامل فورا مع تلك التجمعات والتي وصل عددها إلى 49 نقطة بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي والمرور وجميع الجهات المختصة. كل شوارع اسكندرية بالكامل الحمد لله آمنة، العربيات بتسير فيها والحركة المرورية فيها جيدة جدا، ما عندناش أي مشاكل. بعض الشوارع الجانبية اللي فيها أعمال تطوير حدث فيها تجمعات للمياه خاصة في غرب اسكندرية، لكن كل مناطق الشرق والممتاز أول والممتاز الثاني كل المناطق دي الأمور فيها كويسة جدا. احنا واقفين دلوقتي في منطقة اللي تحت كوبري الأباري، المنطقة دي عشان فيها تطوير لسه ما فيهاش شنايش، فبنجمع المية والصرف الصحي بيجمع المية من خلال العربيات، لكن الأمور الحمد لله تمام. الأمطار بدأت تخف حدتها خالص، احنا شغالين. يهمني اقول للمواطنين ان احنا الصرف الصحي لينا 4 أيام في الشارع، السواقين وعمال العربيات والاطقم الخاصه بالعربيات ورئيس مجلس اداره الشركه كله ليه 4 أيام موجودين في الشارع.